ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خطابا متلفزا بعد الهجوم الإرهابي، حيث أعرب عن تعزيه للضحايا وأسرهم، وتعهد السيسي بأنه سيعاقب جميع الإرهابيين المتورطين بهذا الهجوم بشدة، وأن مصر ستطلق الضربة القاسية ضد الإرهابيين. إن اللي بيحدث في سينا ده هو انعكاس حقيقي للجهود اللي احنا بنبذلها في مواجهة الإرهاب، اللي احنا بنحارب لوحدنا. مصر بتواجه الإرهاب بالنيابة عن المنطقة وعن العالم بالكامل، وعشان كده كل اللي بيتم ده هو محاولة لإيقافنا عن جهودنا في مواجهة الإرهاب، ومحاولة لتحطيم إرادتنا وتحركنا اللي بيهدف إلى إيقاف المخطط الإجرامي الرهيب الذي يهدف إلى تدمير ما تبقى من منطقتنا واستعادة الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القليلة القادمة. هذا هو ردنا، سنرد على هذا العمل بقوة غاشمة في مواجهة هؤلاء الشرذمة المتطرفين الإرهابيين التكفيريين.